ان شاء الله يكون مباراه في مستوى، ان شاء الله تكون مربوحه ان شاء الله للنهضه البركانيه. ايوا نتمنوا ان شاء الله واحد 3-0 ولا ان شاء الله النهضه البركانيه، هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله يكون شي هذاك المستوى، ما يكونش هذاك هضره بزاف ولا يقول لك هذا التحكيم ولا شي حاجه الاخطاء ولا، ان شاء الله تكون في مباراه في مستوى وان شاء الله تكون ديما بركان وديما نهضه بركانيه. نتمنوا الفرقه ديال بركان ان شاء الله النجاح وان شاء الله تكون مربوحه 3-0 ان شاء الله 3-0 ان شاء الله 3-0. هذا العرس الرياضي اللي اليوم كاين في هذه منطقه الشرق، لا وهو بركان كانت تمثل المغرب، حاليا كنمثلوا المغرب، ما كنمثلوش غير الشرق ولا مدينه بركان ولا، وكما كتعرفوا اليوم غادي ان شاء الله تكون واحد النتيجه اللي هي كبيره، اللي تكون هي 3-0 يا 4-0، هذه جميع الحظوظ ديال جماهير البركانيه، ولما لا مازال حنايا مازال كاين الخدمه ومازال نزيدوا لقدام نزيدوا لقدام، والحمد لله اننا وصلنا لهذا الشيء، هذا اللي هو بحد ذاته انجاز. وكان هذه المباراه هذا كنشكر جميع الفعاليات اللي قاموا باش وصلنا لهذا الحدث هذا، والحمد لله وان شاء الله 4-0 ان شاء الله. نتمنوا اننا نشاهدوا عرس كروي والنهضه ان شاء الله واحد 3-0 لما ان شاء الله اللقب ولا شيء سوى اللقب هذه السنه.